بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان ومتابعي قناة الإعلام عماد زيد. اليوم احنا طلعنا بفيديو عن قصة شاب قتل في جامعة جنين، في مدينة جنين، طبعا جامعة جنين. هذا الشاب قصته سنرويها لكم إن شاء الله رب العالمين في هذا التقرير الذي وردنا من والد الشهيد أو المغدور، وسنوفيكم إن شاء الله بهذا التقرير بإذن الله تعالى قريبا. قال والد الشاب القتيل مهران خليلية: لقد كسر ظهري مقتله، لقد كسر ظهري مقتل ابني الشاب. كنت أنتظر تخرجه هذا العام من كلية التمريض، وكان متفوقا وهو حلمي الذي ربيته صغيرا، وطالب والده بالقصاص وأعمال القانون، وشرع الله بالقاتل والمتسببين بالقتل، معتبرا أن ما جرى مع ابنه جريمة واعتداء مخطط له سلفا، متسائلا عن الذين يتساهلون في دماء الناس، ويتتبع سيرة الراحل مهران، فهو الابن المدلل للعائلة وأول من يتفوق ويدخل الجامعة منها، لذلك كانت فرحة العائلة به كبيرة، سيما وأن والده أنجبه بعد سبع بنات، بعد سبع بنات أنجب هذا الشاب مهران خليلية، وله أخ واحد. طبعا الأخ الواحد أجى بعده بعد سبع بنات وبعد هذا الشاب الذي غدر في جامعة جنين. وتعيش عائلة خليلية حالة من الصدمة الشديدة الذي لا توصف، فمهران شاب مميز وخلوق ومتفوق ومحبوب بين أصدقائه في بلدته وبين جيرانه، لذلك لم يستوعب أحد ما جرى، والكل بانتظار معرفة التفاصيل الحقيقية لما جرى، سيما وأن سبب الحادث مرتبط بنزاعات داخل حركة الشبيبة الطلابية ومجلس الطلبة، وحالة من الغيرة والمناكفة لهذا الشاب الذي انتخب. هذا الشاب كثر ما هو ذكي ومتميز وخلوق انتخب من قبل الجامعة ليكون رئيسا لحركة الشبيبة في الجامعة، الذي انتخب قبل أسبوع منسقا لحركة الشبيبة في كلية المهن الطبية، ويعمل والد مهران في صناعة البلاط في الداخل، يعني بيشتغل بليط في الداخل، داخل كما يكون نحن في داخل 48 عرب فلسطين 48. وكان كل حلمه أن يرى مهران خريجا جامعيا متفوقا يعمل الحي كله كيف أحب نجله مهران بشكل استثنائي، وكان يقدم له كل ما يريد لتكون النهاية بهذه الطريقة المأساوية نتيجة استهتار بعض الطائشين بدماء الناس. سيداتي وسادتي، هذا الشاب مهران أنجبه والده كما ذكرنا بعد ولادة سبعة من البنات، فقتل وغدر على يد أحد أصدقائه الطلاب في جامعة جنين، وهي جامعة المهن الطبية، وكان هذا الشاب كما ذكرنا متفوقا في دراسته، وكان وقع عليه سنة واحدة لكي يتخرج، ولكن الغدر من أصدقائه وصلت بهم الحقد والغل والحسد لهذا الشاب المتفوق أن يقتلوه، وأصيب أيضا في هذه الحادثة ثلاثة شباب أيضا من الجامعة. أنا أقول لجامعة جنين وجامعة النجاح وجامعة بن زيت وكل الجامعات الموجودة في الوطن المحتل فلسطين، بأنه يجب أن يكون هناك حراس على الجامعات
يفتشون الطلاب والطالبات وأي شخص يدخل في على الجامعات يفتش لهم خوفا من يكونوا يحملون سكاكين أو يحملون مسدسات أو سلاح أبيض أو أي شيء آخر يضر بالطلاب أو حتى ممكن أن يكون مع مخدرات بضر الشباب الموجودين في داخل الجامعة. لذلك نقول بأن يجب على إدارة الجامعات في فلسطين وطبعا الجامعات الفلسطينية الموجودة في فلسطين، جامعة النجاح، جامعة بير زيت، جامعة أبو دير، جامعة جنين وكليات أخرى، وعداك عن المدارس الثانوية يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر من إدارة الجامعات والحرس الموجودين على أبواب الجامعات لكي يطمئنوا على الطلاب والطالبات الذين يقوم والدهم بالعمل ليلا نهارا من أجل أن يوصلهم إلى بر الأمان، من أجل يوصلهم إلى النجاح والتفوق، لكي يساعد والده في المستقبل، لكي يساعد ولده في المستقبل. يعني الوالد بيكبر بصير عمره فوق 50 و60 لا يستطيع أن يعمل، فيجب هذا الولد يكون سندا له، يكون سندا له ولعائلته ولإخوته الصغار. ويقول والد، ويعني هذه كلمة أثرت فيه أنا طبعا، كسر ظهري مقتله، كسر ظهري مقتل ولدي مهران. وحالات القتل الموجودة في فلسطين هي ليست بكثيرة، ولكن نقول بأنه يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر من البيوت أولا ومن الجامعات والكليات والمدارس أكثر فأكثر للاهتمام بطلابنا سواء كانوا في الثانوية أو في الجامعات أو في الكليات في جميع أنحاء مجالات التعليم الاقتصادية والسياسية. ويجب أن يكون أيضا اهتمام بقبل الوالد والوالدة بأولادهم ويسألون عنهم أكثر فأكثر. وهذا الشاب الذي طعن مهران هو طبعا طعنه من غيرته وحسده وحقده، لأنه لم يأخذ المنصب الذي حصل عليه مهران. طبعا نقول لكم أن مهران أيضا شاب كان يعني خلوق ومتفوق جدا جدا في جامعته. ولذلك متابعينا الكرام أرجو من الجميع أن يهتموا بأولادهم وينظرون إلى مع من يمشون، هل هم يمشون مع الأصدقاء السوء أو يمشون مع الأصدقاء الذين يتاجرون بالمخدرات ويسرقون السيارات المسروقة ويتعاملون بالسلاح وما إلى ذلك. إلى هنا كانت هذه قصتنا لهذا اليوم التي حصلت هذا اليوم صباح هذا اليوم في جامعة جنين، مقتل الشاب مهران خليلية في جامعة بير زيت، في جامعة الخليل وهو من الخليل، في جامعة جنين وهو من مدينة جنين. وقال ولده لقد كسر ظهري مقتله. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم الإعلام عماد زيد من مخيم عقبة جبر، والآن أنا موجود في مخيم عقبة جبر عند أختي. أرجو منكم أن تستفيدوا مما نقدمه لكم حاليا وفي المستقبل، وسأعطيكم بعض الصور لهذا الشاب. أعطينا بالله بعض الصور للشاب يا محمد، بعض الصور لهذا الشاب الذي غدر في جامعة النجاح، جامعة الجنين، وهي جامعة مكونة من كثير من المهارات والأماكن. بس نشوف مع بعض يعني الصور لهذا الشاب موجود على الفيس. لا هو نفسه على الماسنجر محمد، أعطيني إياه نفسه. هذه هي صورة الشاب، هذه هي صورة الشاب مهران خليلية الذي قتل اليوم في جامعة النجاح، وله صور أخرى أيضا الآن نريكم إياها. وهذه صورة أخرى لهذا الشاب مهران خليلية الذي غدر اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم جميع الشهداء في فلسطين وفي جميع الوطن العربي. اللهم ارحم شهيدنا مهران الذي غدر اليوم. ونقول للشباب، يا شباب بلا حزاب بلا هم، احنا ما بدنا حزاب ولا بدنا اشي، احنا بدنا بس نكون متفاهمين مع بعضنا
متحابين بين بعضنا ولا واحد يحسد الثاني. والحسد طبعا هو أكبر أنواع الغدر والخيانة في مجتمعاتنا العربية. أكثر من هيك شو بدنا نحكي يا ناس، يا أمتنا العربية الإسلامية التي أنتم تقولون عن حالكم إحنا مسلمين، إحنا مسلمين، ليش بيحسد بعضنا؟ أخوي أو صديقي أو ابن عمي أو جاري صار وزير ولا صار رئيس حركة ولا صار مدير بنك ولا صار مدير جامعة، ليش أنا أحسده؟ بالعكس يجب أن أبارك له لما وصل إليه. طبعا هذا لأنه هو متفوق، عنده خبرات، ولولا أنه غير ذلك لما أصبح بهذا المستوى الذي وصل إليه. كان هذا هو ريبورتاج عن هذه الجريمة النكراء التي حصلت في فلسطين اليوم صباح هذا اليوم في جامعة جنين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.